بالنسبة ل إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجد هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يعلم، وإن يعتبر الحكم بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف. نعم.